مجدا لاسمك يا يسوع. أيام مباركة كلها تسابيح وابتهالات، وإليك يا يسوع نضرع أن تملأ المكان بمجدك وتنظر إلى شعبك وتعطينا كلمة تعزية نفرح بها ونتهلل، ولك المجد إلى الأبد، أمين. الليلة زيارة أمنا العذراء الحنون والدة الإله لإصابات قريبتها، وقد أعطاها الملاك علامة لكي تطمئن إلى البشرى المجيدة التي حملها إليها من قبل الرب. هوذا الإصابات نسيبتك حبلى بابن في كبر سنها، كانت عاقر والرب تحنن عليها في الميعاد الذي شاءت نعمة الله أن يولد فيها يوحنا المعمدان لكي يكون سابقا للمسيح يمهد له الطريق. ومن هنا قامت العذراء متوجهة نحو بلاد يهوذا لكي ترى العلامة كما قال لها الملاك. قامت مسرعة، ولا بد أن يكون معها بعض الزميلات والأقرباء لأن المسافة كانت تقتضي نحو 4 أيام أو أكثر. ذهبت توجهت مسرعة لكي ترى العلامة المجيدة والعجيبة أن الإصابات العاقر، وبعد أن انتهت السنوات الطويلة ولم يكن هنالك في مخيلة زوجها زكريا أو هي أن يفكر بأي نسل يجيء لهما بعد هذه السن الطويلة، ولكن المعجزة كانت لابد أن تتم وإن تأنى يستجيب. ولما وصلت مريم إلى هناك وألقت سلامها على الإصابات نسيبتها، فإذا بها تقول له: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. وحينما وصل سلامك إلى أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. سجد يوحنا المعمدان، أتى بحركة فيها كل ما فيها من الخضوع ومن الوصول إلى المسيح بالفكر الإلهي أن القادم مع مريم في أحشائها هو يسوع المسيح الذي يتجسد منها ومن الروح القدس. ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. عجب من عجب، الاثنان قد امتلأ بالروح القدس، وإذ بمريم تقول: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لماذا؟ لأنها حست أن العلامة آتية من الله، واطمأن قلبها وبقيت 3 أشهر عند الإصابات، 6 سابقة و3 الآن. معنى هذا أن 9 أشهر قد عبرت وولد يوحنا المعمدان السابق ليسوع الناصري لميلاده العجيب أيضا.
ثم رجعت مريم إلى الناصرة. الزيارة وما فيها سلام وفيها محبة وفيها أيضا حلول الروح القدس على كليهما. يا ليت زياراتنا لبعضنا تكون زيارة محبة، وإن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون أنا في وسطهم. لا حديث يكون في هذا الاجتماع غير التسبيح والتمجيد وشكر المسيح، حتى تكون الاجتماعات مقدسة. نتهلل ونشكر الله على رعايته الدائمة. أما أن يكون هنالك نوع من التسلية بعيدة عن المحبة الإلهية وعن السلام البريء والجلسة الكريمة فيها من الترنيم أو قراءة الكتاب المقدس أو السير الروحية، بعيدا عن النميمة والإدانة للآخرين، هنا تكون زيارات نافعة. ندعو بعضنا ونقول هيا بنا إلى الكنيسة لنسأل عن الغائبين، لنتوجه إلى أولئك المرضى، ليكن هنالك مساعدة لأولئك الذين تغيبوا. ولماذا لم تحضروا؟ هل كان هنالك ما يعطل؟ لنذهب كلنا إلى بيت الرب ليحل الرب فينا بملئه ويقدسنا ويفيجنا ويسعدنا جميعا. مريم العذراء، عذراء الأجيال من أولها لآخرها، تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال. ماذا عمل؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع جياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. من أين يكون أغنياء ومن أين يكون فارغين؟ الغنى ليس هو كثرة المال أو الممتلكات، الغنى بالنعمة بحلول المسيح في القلب. ها أنزا واقف أقرأ على الباب، إن فتح لي أحد أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. سعادة، فرح، قوة، معونة، اطمئنان أن الطريق يوصل إلى المجد الإلهي هنالك في ملكوته. هنا المطلوب أول كل شيء، أولا اطلبوا ملكوت الله وبره، وكل الاحتياجات الأخرى تزاد لكم. أما أننا نفكر في أن نكتنز وأن نمتلئ وأن نشبع من الأرضيات، فهذه كلها فانية لا قيمة لها، منتهية وزائلة. أما الدائم فهو الملكوت السماوي، حيث رب المجد يستقبلنا بحبه ورحمته وحنانه وصفحه وغفرانه. أجمل شيء يقول المسيح: تعالوا إلي. من أنتم الذين في العالم متعبين، يا جميعا متعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. لا يستطيع أحد أن يقول إني مستريح بعيدا عن المسيح، لا غني ولا فقير. إنما أهم شيء يكون المسيح بقربك، بقلبك، جالسا في بيتك، ومعنا في اجتماعنا، حتى نحس بالسلام والعزاء والفرح الحقيقي. أما أننا نأكل ونشبع فغدا نموت، لكن مع المسيح غنى دائم، سلام دائم،
بركة ونعمة وغفران لكل الخطايا، صلوات في بيته المقدس كنيسته وفي بيوتنا أيضا ومع أحبائنا، يكون هنالك تعزيات وبركة إلهية دائمة. من أين يأتي الغنى؟ الغنى يأتي لما يقترب منا المسيح، نحس في أعماقنا أننا في شبع واقتناع، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ نفسك غالية، ثمنها أغلى من كل الجواهر في الوجود. يسوع سعى إلينا بنفسه لكي يفتح لنا الطريق. وكيف يفتح لنا الطريق ويضمنا إليه؟ بتعاليمه، بمحبته، وهو يعلم أننا في غاية العوز وفي غاية الاحتياج، لأننا وقد طردنا من فردوس النعيم إلى أرض الشقاء، الكل في انتظار مراحم الله، الأنبياء وكل أولئك الذين عاشوا قبل المسيح في ألم ومرارة، إلى أن يجيء يسوع وهو أمل الكل، الأمل المرتجى الذي به نشعر أن هنالك قد جاء المنقذ. يوحنا المعمدان جاء ليبشر ويقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. يوحنا لجرأته ولأنه كان لا يقول إلا الحق، مثل إيليا النبي حينما واجه أخاب الملك، هكذا يوحنا المعمدان واجه هيرودس الملك بكل شجاعة ووبخه، لأنه هنالك معصية كبيرة قد ارتكبها. لقد سعى وأخذ أم هيرودية لكي تكون زوجة له. قال له المعمدان في مواجهته: لا يحل لك، ليس في إمكانك أمام الرب، هذه خطيئة. ولكنه أصر عليها. وحينما كان هيرودس في قصره يعمل وليمة لكل من يعرفه، وليمة كبيرة، ورقصت هيرودية، رقصت أمامه، وكانت هنالك توصية لها من أمها. ما هي التوصية؟ إن قال لك أي شيء قولي له رأس يوحنا المعمدان. لماذا؟ هو الذي يوبخ هيرودس ألا يأخذ امرأة أخيه زوجة له. وإذا بالملك وهو يشرب خمره وفي غاية النشوة والفرح الكاذب، يقول لها: ماذا تطلبين؟ ولو إلى نصف المملكة أعطيك. قالت له: رأس يوحنا المعمدان. ولكنه اضطرب وخاف، ولكن لأجل الأقسام والوعد لم يستطع أن يتراجع. وحينما أمر بقطع رأسه وأخذتها تلك الراقصة التي كانت ترقص وأعجب بهذه المناظر السيئة هيرودس وجميع المدعوين، هذه هي الجلسات والموائد التي تؤدي بالإنسان إلى التهلكة. طلبت الرأس المقدس وأعطيت لها على طبق وقدمت لهيرودس الماجن.
وحينما ظهر يسوع ظن أن يوحنا قد قام من الموت وزاد الارتعاب والخوف. لا تخف لأني معك. هذا للمؤمن، غير المؤمن يظل في رعب وفي هلع وفي اضطراب نفسي حتى يرحل من هذا العالم إلى عالم مجهول ليس فيه رجاء أو فيه أي نوع من العزاء. عزاؤنا أن نعيش مع المسيح. قد تكون في الطريق عقبات، صعوبات، مضايقات، اضطهاد، الشيطان يحاربنا من كافة الجهات، ولكن يسوع يقف بجانبك طول الطريق، ولا تخف لأنه يرشدك، يعزيك، يقويك، يفرحك، تنام مطمئنا وتستيقظ مبتهجا، وهنالك في طريقك سلام واطمئنان. لا تفكر في الطريق الواسعة، إن كانت الطريق ضيقة فيها ما فيها من المشاكل لكنها تؤدي إلى باب يتسع لك وتدخل منه فرحا، إن كان ضيقا في الأول ولكن حينما تدخله تجد الابتهاج والفرح الحقيقي بيسوع المسيح الذي يتمنطق ويعد لك مائدة ليس أكل ولا شرب في السماء. هنالك ابتهاج وتهليل وتسبيح مع كافة القديسين. وحينما يجيء يسوع كما قال ووعد يكون الابتهاج الحقيقي، ليست هنالك فرصة أخرى. الفرصة موجودة الآن وبين يدينا جميعا. أما أن نؤجل ونؤجل، الأيام تنتهي وها نحن في آخر العام، انتهت الأيام وباقي قليل وقليل، أسبوع يبقى، ونحتفل بماذا؟ بسنة جديدة، بعام جديد للميلاد السعيد نكون فيه مبتهجين. ثم يجيء ميلادنا بعد أسبوع من بدء العام الجديد لنستقبل المولود الإلهي. وأين نستقبله؟ هنالك في مزود للحيوان، ملك الملوك وملك الأرباب يجيء لنزوره في مغارة للحيوان. وهنالك الضجع، الطفل الوليد هو الذي يغني الجميع، ولكنه يرقد في مزود ولا تجد له أمه العذراء لباسا جديدا كما يعد جميع الناس ملابس قبل ميلاد الطفل الجديد، ولكن أمه جمعت بعض الخرق البالية ولفته بها. ملك الدنيا والآخرة والأمجاد الإلهية يضجع في مزود الحيوان، ولكن مع ذلك يجيء إليه الرعاة بعد أن سمعوا الصوت من الملاك يبشرهم: لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. يا للبهجة ويا الفرح. وعندما وصل الرعاة إلى هناك ورأوا الطفل المضجع في المزود أو بين يدي أمه، سجدوا للمولود وقدموا حملانهم، وامتد الفرح لكل البقاع، وهللت ملائكة السماء، ونحن نهلل أيضا بمجيء المسيح إلينا طفلا وشابا ورجلا ومعلقا فوق الصليب ومدفونا في قبر جديد، بل بعد ذلك في قيامته المجيدة حينما يبشر الملاك يقول لأولئك المريمات وأولئك الذين جاءوا ليحملن الحنوط:
أنتن تطلبن يسوع الناصري، تطلبن المصلوب، ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. يا للبهجة، يسوع عبر بنا في كل الطرق حاملا الصليب ويئن في الطريق، ولكن مع ذلك لكي يدفع ثمن خطيتنا. الروح القدس يعلمنا في هذه الليلة كيف نتبع يسوع في كل مراحله، من الطفولة أو قولوا منذ بشر الملاك مريم العذراء. نتبع طريق المسيح خطوة بخطوة، نجد فيها البركة، نجده معنا، يعلمنا ويشبعنا روحيا ويهتم بنا ماديا ويرفع عنا أمراضنا ويقف في جانبنا بكل أوجاعنا. ويقول بولس الرسول: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. السماء تشفق عليك في تجاربك وفي خطيئتك أيضا، وتحاول النعمة الإلهية أن تساند كل فرد منا. بمفردنا نحن نحاول ونجاهد، وهنالك معركة مع الشيطان وكل فنونه وكل إغراءاته وكل ما يأتي به من حيل لكي يسقطنا كما سقط هو. وأيضا من الجانب الآخر نعمة ربنا يسوع المسيح يتقف بجانبنا لكي ننهض من سقطتنا لئلا نقع ولا نقوم، ولكن يسوع يقيمنا بمجده بنعمته بحبه برحمته، لا ينتظر إلى أن نهلك بل يقف معنا كل الطريق. لا تقل إن العثرات أو أنا ضعيف، كل ما يقابلني في الطريق متاعب أو أنا لا أقدر عليها، أنا إنسان خاطئ. هذا إن كان عن صدق فباب التوبة مفتوح، وإن كان أي كلام تلقيه أو استسلام للضعف، هذه الفرصة التي يقتنص فيها الشيطان الفريسة. تفقد الرجاء، تخسر الأمل وتخسر القوة، ولا تستطيع أن تنهض وتقوم، ولكن يسوع واقف معك يمد يديه باستمرار. فقط عليك أن تسمع وتصغي إلى صوته الذي يدعوك دائما لكي تلتفت إليه. التفت إلي يا جميع قاصي الأرض، التفت إلي واخلصوا، الخلاص مجاني. فقط عليك أن تتطلع إلى يسوع الواقف يدعوك بحبه ورحمته وحنانه، فقد جاء لكي يرفع عنك الخطيئة ويساعدك ويعينك ويوجهك أيضا نحو الطريق الصحيح. أما إغراءات الشيطان عندما نقرأ كتاب المسيح إنجيله أو نسمع ترانيمه أو نتهلل باسمه المجيد، نحس أنه هو الكذاب وأبو الكذاب. الشيطان بأكاذيبه بخدعه وحيله هو يضللنا ويغرينا. يقول للمسيح: إن كنت أنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. ينتهز الفرصة لما يشعر الإنسان في ضعفين، يقول له: وفيها إيه يجرى؟ عندك في مال كثير بين يديك، خذ منه، دعك من الأمانة المطلقة. هذا غش وخداع، لا تخدع مع نفسك، ها هي الفرصة. يضلله لكي يسرق، لكي يسلب، لكي يغش بأي صورة من الصور. قل للحجارة أن تصير خبزا، وهي الحكاية بين يديك
كل شيء، وفي الوقت نفسه لا يلتفت الإنسان إلى الآية كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. في حاجة أهم من الماديات ومن الأكل ومن الشرب. يوسف الصديق كان بين يديه العز، لو هو سقط في خطيئة وطرحت أمامه، ولكنه هرب إلى السجن وهنالك ارتمى في السجن لا أحد يسأل عنه، ولكن جاءت الفرصة ليكون مالكا لكل شيء في مصر، ولا يصرف من الغلال أو أي شيء إلا بأمر يوسف الذي ولاه فرعون مصر ليكون من بعده هو المتصرف الحقيقي. إغراءات الشيطان فرص ضيقة ومحدودة، أما ملكوت السماوات فممتد بغير نهاية، ليس فيه أمس ولا اليوم ولا غدا، إلى ما لا نهاية. انتهت الأيام تبدأ الملكوت بأمجادها، وهنالك يفرح الصديقون ويتهللوا وقد خلعوا كل ثياب الحزن ولبسوا الأمجاد النورانية. هذا الجسد لم يعد يتحكم فينا لا بإغراءاته ولا شهواته ولا احتياجاته ولا بأمراضه، ولكن هنالك المجد والابتهاج الذي يسكبه يسوع بغزارة على أبنائه وأحبائه. لا أقول الليلة قد انتهت اجتماعاتنا التي نستمع فيها، الاجتماعات مستمرة في جميع الكنائس على مدار العام، والقداسات أيضا بكل روحانياتها والتهليل والتمجيد. علينا فقط أن نواصل المسيرة، لا نقول أن المشغوليات هي أكثر ولا تجعلنا نفوق منها أو نبتعد عنها، تطاردنا المشغوليات. وإن كنا نستمع لهذا الصوت تفلت الفرصة، ولا نستطيع أبدا أن نعيدها أو نستعيدها مرة أخرى. الوقت مقصر منذ الآن، والآن هي فرصة مناسبة لكي نتمم عمل الرب فينا، أن يقيمنا من عثراتنا ومن أوجاعنا ومن مشاكلنا الروحية، ونجد أبواب السماء مفتوحة لنا نبتهج ونتهلل فيها مع جماعة الصديقين القديسين الذين سبقونا. وحينما يجيء المسيح قريبا مع ملائكته تنظره كل عين، وهنالك من ينظر بابتهاج وفرح، أولئك الذين قالوا أمين تعال أيها الرب يسوع، وهنالك الذين يقرعون صدورهم ندما لأنهم لم يلتفتوا إلى الصوت الإلهي، التفتوا فقط إلى أن يجمعوا ويملأوا المخازن، ولا تشبع البطون ولا العيون، أما الأذان فقد أغلقت. شكرا ليسوع الذي يوصل لنا كلمة العزاء بحب ونعمة واهتمام وسخاء. يسوع يهتم بكل فرد منا، لا تقل إني خاطئ ولا إني مجهول، يسوع يعرف كل واحد منا كبير أم صغير، ولو في أقاصي الأرض يسمع وينظر ويحكم بالعدل. الآن يسوع يقول لنا تعالوا إلي. فيما بعد كلمة يرددها ادخلوا إلى فرح سيدك، والآخر يقول له ابتعد أو ابتعدوا
وباقي الكلام صعب جدا. دول هم الملاعين، أو قولوا عنهم قد خسروا كل شيء وإلى النار المؤبدة، حيث الشيطان وإبليس وكل أتباعه سواء كانوا ملائكة ساقطين أو بشر مجدفين، وهم أولئك الذين لا يسمعون صوت الرب ولا يؤمنون بالمسيح إلها وربا. نشكر إلهنا الذي دعانا إليه وأحبنا وفدانا، ونحن إلى الأبد به مؤمنين، وإليه نضرع قائلين: أبانا الذي في السماوات. النهاردة نشكر الله لأنه أعطانا هذه الفرصة الجميلة لنتلاقى جميعا مع الرب يسوع أمام هيكله المقدس وفي كنيسته التي ضمتنا الآن. ونرجوه تعالى أن نواصل اجتماعاتنا التي تعرضها الكنيسة في كل حين. له المجد والشكر والعظمة. والآن انصرفوا بسلام. سلام المسيح فليكن مع جميعكم. باسم الآب والابن والروح القدس.